بنتي، كي راكم ملاح. اليوم جيتكم وصفه جديده، هي عباره عن شوا بدون ما نديرو فحم. يجي بنا تاع الفحم، تقولوا درتو على الشوايه تاع الفحم. انا غادي ندير لكم بدون فحم على الطريقه هذه، يجي بنين يجي هايل. تقولوا درتو كيما تاع اللي يديروه برا على المجمر. نبداو على بركه الله. نحتاج في هذه الوصفه حرق اللحم، ها ضرب تاع اللحم حوالين، انا كذلك طف تاع كبده ملفوف. كذلك غادي ندير لكم شغل ملفوف واللحم، شو طريقه الشواء تاع اللحم والكبده بدون مجبر. اول حاجه نجيبوا اللحم تاعنا، نقطعوه كامل لمقصويات صغار، نقطعوه كامل مكعبات صغيره. اللحم تاعنا كيما هكذا نقطعوه كامل. بعد ما قطعنا كامل اللحم تاعنا، نجيبو الكبده تاعنا نحطوها فوق الطاجين شويه قد ما تشد روحها شوي من نومن. ونبداو ثاني كنديروها مقصويات ثاني صغار، المقصويات كامل صغار قطع صغيره هكذا. باش نديرو الملفوف تاعنا، هنا حبيباتي نبداو نقطعو الردة تاعنا بالمقص. حبيباتي بعد ما قطعنا الشحمة تاعنا كامل، نجي الكبدة هنايا ندير لها الملح فقط، قالوا لها غير الملح، لكن اللحم نديرو له خلطة. هذا لي زبيس خاصين باللحم الشوا، نديرو لها ملح وفلفل أسود فقط. إذا ما عندكمش لي زبيس خاصين بالشوا، ديروا غير فلفل أسود كتافو والملح والسر تاعنا دائما باش اللحم تاعنا يجي طري. نديرو له ملعقتين كبار تاع خل، نخلطو نحطو اللحمة تاعنا تشرب هذاك الخل. الخل دائما يخلي هادو اللحوم يجو طريين تاعنا. نبداو نديرو دي بغوشة تاعنا هكذا، نعمر كامل اللحم تاعي هكذا، نعمرو كامل. حبيباتي بعد عمرنا لي بروشة تاعنا، شوفوا تاع الكبدة تاع اللحم كامل عمرته. هنا حبيباتي نحموا المقله تاعنا تكون ثقيله ولا طاجين اي حاجه عندكم، ونحطوهم فوق المقله. والسر تاع باش يجي كيما المجمر، نجيبوا طرف تاع فحم كيما هكذا، طرف تاع فحم نديروا عليه الزيت ونحطوه فوق المقله اللي غادي نقلو فيها، ونخلوه منها يشرب هذاك الزيت، من هذا يشرب هذاك الدخان، لان الفحم يمتص هذاك الدخان، منها يمتص الدخان ويطيب لنا للشوا تكوني درتو واحد المجمر. دوك نبدا معكم ان شاء الله وتشوفوا كيفاش غادي ندير الطريقه.
الان حبيباتي من ما حطيت انا الطاجين تاعي اللحم تاعي اللي بغوشات فوق تاع الطاجين، جبت هذه الفحمه جيت هنايا فوق النار طلع هكا كارفويات نخليها حتى تشعل. والان حبيباتي بعد ما شعلت الزمره تاعي، الان حبيباتي شوفوا هذيك الفحمه كي تطلق الدخان في شغل كيما المجمر. حبيباتي هولا المفوف تاعنا والشوا تاعنا يجي بنين يجي هايل، يجي الذوق تاع المجمر يجي روعه، احمر يجي طري تانيك. نتمنى حبيباتي تعجبكم الوصفه تاعي تاع اليوم، اذا جربتوها وعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي، ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام.